السلام عليكم ورحمه الله. طلاب الاعزاء، اليوم نكمل ان شاء الله مع بعض شكل لويس لبناء الجزيئات. اخذنا فيما سبق الحصص اللي فاتت شكل لويس للربطه الايونيه للمركبات الايونيه، قلنا كيف ترسم تنطبق الالكترونات من الفلز للا فلز، ثم درسنا شكل لويس للجزيئات للروابط التشاركيه، الروابط التشاركيه في الجزيئات المتشابهه بتتكون من ذرتين زي الهيدروجين H2 N2 F2 O2، واخذنا شكل لويس للروابط التساهميه في الجزيئات هي شكل تتكون من ذرتين مختلفتين زي الاتشاف زي CO وهكذا. اليوم ناخذ شكل لويس لبناء الجزيئات. عند خطوات رسم شكل لويس، خطوات رسم شكل لويس لبناء الجزيئات عند مجموعه خطوات هنشوفها مع بعض في الامثله او الاسئله الموجوده عندكم. في موجود مثال عندكم في الكتاب اطلعوا عليه، بدي احل لكم السؤال الموجود في صفحه 14. السؤال بيقول لديك الجزيئات الآتية، هاي أول جزيئة بدنا ناخده HCN، أرسم شكل لويس. هاي أول جزيئة عندي HCN، بقول لي أرسم شكل لويس لجزيئة HCN بناء على الخطوات الموجودة عندي. أول خطوة نجمع إلكترونات التكافؤ، وأخذنا الحصة اللي فاتت كيف إلكترونات التكافؤ بديك في الامتحان العدد الذرية، الهيدروجين 1 النيتروجين 7 الكربون 6 تحفظهم مش بدهم لك هيك. بدنا نجيب اول خطوه الكترونات التكافؤ، مجموع الكترونات التكافؤ للمركب اللي عندي الاتش قديش عندي؟ 1 زائد الكربون، نكتب التوزيع الالكتروني 2 4 في المضاد الاخير في 4 هي 4، زائد النيتروجين 7 التوزيع الالكتروني 2 و5 المضاد الاخير 5 زائد 5، قديش بيطلع المجموع؟ 10 الكترونات تكافؤ. يبقى هي اول جزيئه عندي الاتش سي ان، بيطلع المجموع عندي 10 الكترونات. الخطوة الثانية بقول لي نرسم شكل أولي من الجزيئة اللي عندي الـ HCN. الشكل الأولي ببين الذرات المركزية والذرات الطرفية، طب هل جايب لكم على جانب مكتوب لتحديد الذرة المركزية؟ دائما إذا وجد الكربون في الجزيء فيعتبر الكربون ذرة مركزية. في الجزيء اللي أنا رسمته هل الكربون موجود؟ نعم، هي سي، يبقى بحط سي في النص مركزي وحواليه N وهي H. دائما الهيدروجين بعتبرش لا يعتبر ذره مركزيه. بقول لي هان برضه الخطوه الثالثه عند التساوي في عدد الذرات، هي متساوي ذره ذره ذره، الاقل في عدد الالكترونات التكافؤ يكون ذره مركزيه، لاحظوا الهيدروجين لا يعتبر ذره مركزيه في الخطوه الثانيه. عند التساوي بقول لي الاقل في عدد الالكترونات التكافؤ، الكربون عنده 4 والنيتروجين 5، يبقى الكربون يعتبر ذره مركزيه زي ما اخذنا في القاعده الاولى. الآن بقول لي هاي رسمت الشكل الأولي بحيث يبين الذرات المركزية والطرفية، هاي رسمت سي حواليها N وحواليها H. السؤال الخطوة الثالثة بقول لي نضع الكترونين بين المركزية والطرفية، هاي بتضع ايش؟ الكترونين، هاي الكترون وهي الكترونين. الخطوة اللي بعديها نجعل حول كل ذرة طرفية 8 الكترونات ما عدا الهيدروجين، الهيدروجين بياخذش 8 الكترونات، هاي الهيدروجين بضل عنده بس 2. بتضع الان 8 الكترونات، هاي عندها 2 حسب قاعدة الاتومية، هاي عندها 2 يبقى بدي كمان هاي 2 4 هاي 6 هاي 8. الخطوة اللي بعديها بقول لي عدد الالكترونات، الخطوة الأولى قديش عدد الالكترونات؟ 10 جمعناهم 10 ناقص عدد الالكترونات الخطوة الرابعة، تعال نحسب الخطوة الرابعة كم الكترون عندي؟ هاي 2 4 6 8 10 يبقى 10 ناقص 10 قديش المجموع؟ صفر. بقول لي هل تبقى الكترونات؟ الخطوه السادسه نعم او لا؟ صفر، يبقى لا يتبقى الكترونات، بنزل نزول. هل حول الذره المركزيه 8 الكترونات تطلع؟ لاحظ 2 4 يبقى لا. في عندي شقين نعم لا، بروح على لا، فش حوالين الذره المركزيه 8 الكترونات، ايش بقول لي في الخطوه هذه؟ خذ من الطرفيه من الذرات الطرفيه عددا من الالكترونات الغير رابطه واجعله بينه وبين المركزيه عشان يصبح ايش؟ المركزي 8 الكترونات، كيف؟ هاي عندي 2 و2 4، بقول لي خذ من الطرفي عدد مساوي من الالكترونات عشان يصير ايش؟ عندي 8، هاي بدي اخذ كمان 2 اجوا هان، هاي بصير 4، واخذ كمان الاثنين اللي هان، هاي بصيروا قديش؟ 8، عشان يطلع الشكل اللي عندي كالاتي، هاي سي ان، هاي الاساسيات التنتين وهي كمان تنتين وهي كمان تنتين وهي الهيدروجين ثابت وهي عندي الان تنتين، يبقى صار عندي هاي الشكل بيطلع زي هيك
ان اتش. يبقى هاي شكل لويس للجزء الاتش سي ان اللي رسمته. الان بقول لي بعد ما اخذت من الطرفيه عدد الالكترونات بجعله بينه وبينه ايش الذره المركزيه عشان يصبح 8 الكترونات. الان بقول لي رسمت شكل لويس بهي شكل لويس للموجود عندي. لاحظوا رتبة الرابطة قديش ما بين السي والان ثلاثية، هي واحد اثنين ثلاثة ما بين السي والاتش احادية. يبقى هي اول سؤال، هي رسمنا شكل لويس للاتش سي ان الموجود عندي بالصفتين بالنقط والثانية عشان يبين. السؤال الثاني بقول لي السي او 2 ارسم شكل لويس لا السي او 2. السي او 2 بدي ارسم شكل لويس لا السي او 2. والكربون هي الاكسجين عدد الذري 8. الان بدي ارسم شكل لويس أو نجمع الخطوة الأولى نجمع الإلكترونات التكافؤ. قديش للكربون؟ 4 زائد الأكسجين قديش الإلكترونات التكافؤ عنده؟ 8 2 6 يعني 6 6 في 2 12 قديش بيطلع المجموع؟ 16 إلكترون. الآن كيف بدي أحدد الذرة المركزية؟ الكربون دائما هي السي هي الأو وهي الأو. مضى الكترونين بين المركزية والطرفية، هاي الكترونين وهي الكترونين. نجعل حول كل ذرة طرفية 8 الكترونات، ما عدا الهيدروجين، فيش هيدروجين عندي، خلص بدها، هاي كمان جنب الأكسجين هذا في 2 4 6 هاي 8 2 4 6 8. الآن عدد الكترونات الخطوة الأولى ناقص عدد الكترونات الخطوة الرابعة، قديش عدد الكترونات الخطوة الأولى؟ 16 ناقص الكترونات الخطوة الرابعة اللي تو رسمتهم 2 4 6 8 10 12 14 16 0. بقول لي هل تبقى الكترونات؟ لا. بنزل هل حول المركزية 8 الكترونات؟ لا. حواليها 4 بضطر ايش اكون روابط ايش ثنائية او ثلاثية ان امكن عشان ايش اوصلها لا الثبات 3 8 بجيب الكترونين من هان والكترونين منها عشان يصير الشكل هاي الاو وهي الاو. جبت الاثنين من هان هاي هم بضل عندي 4 هاي 2 4 جبت الاثنين من هان هاي هم بضل عندي 4 الكترونات. بطلع اتاكد من ثبات المركز عندي 8 الكترونات هان. اذا هاي جبت 8 الكترونات حطيت حول المركزيه اتاكدنا من ثبات المركز 8. اذا بقول وصلنا شكل لويس اللي هو شكل لويس ل السي او 2 يعني بطلع بشيء بصيغه ثانيه سي او و رتبة الرابطة قديش ما بين الكربون والاكسجين؟ ثنائية، ما بين الكربون والاكسجين الثاني أيضا ثنائية. اللي بعده الجزء اللي بعده NF3 بتدرسه بشكل لويس للـ NF3. لاحظوا في اللي قبل كله هي NF3 لاحظ اللي قبل انا مشيت هيك كله لا هل حوله لا مشيت هيك. الحين نشوف كيف حسب الخطوات الموجوده عندي. والاف عددها الذري بده يقول لك في الامتحان 9. الان بجيب الكترونات التكافؤ الكترونات التكافؤ النيتروجين 7 يعني 2 و5 5 زائد الفلور 9 2 7 في المضاد الاخير في 7 اللي هي الكترونات التكافؤ 7 في 3 21 قديش بيطلع المجموع؟ 26 الكترون. لاحظوا مين الذره المركزيه؟ فيش كربون خلاص الاقل في عدد الذرات هذا ذره واحده وهذا ثلاث ذرات. يبقى الان وبرسم حواليها ايش؟ ثلاث ذرات هي اف هي اف هي اف. نضع بين نضع 2 الكترون بين المركزيه والطرفيه هي 2 وهي 2 وهي 2. نجعل حول كل ذره طرفيه 8 الكترونات ما عدا الهيدروجين، فيش هيدروجين تمام يبقى هي وصلوا لل 8 وصلوا لل 8 وصلوا لل 8
عدد الكترونات الخطوه الاولى ناقص عدد الكترونات الخطوه الرابعه. هاي الخطوه الاولى قديش عندها؟ 26 الكترون ناقص، تعال نحسب هدول 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 زاد الكترونات؟ نعم، ضل 2 الكترون. هي بقول لي فهل تبقى الكترونات؟ نعم، ضع ما تبقى من الالكترونات على المركزيه كزوج الكترونات غير رابط. يبقى باجي بحط هذا كم الكترون ضل عندي؟ 2. هي هم بضعه بنحطهم، هاي بلون ثاني، هذول بسميهم ازواج الكترونات غير رابطه، وهي ما بتدخلش في تكوين الرابط ما بين الذره المركزيه والذرات الطرفيه، ما بتشاركش في تكوين الروابط، لكن هذا بسميها ازواج الكترونات رابطه، زوج 2 3، لكن هذا زوج غير رابط، ومكتوب عندكم التعريف لما عرفت لكم ازواج الالكترونات الغير رابطه موجوده عندكم في التعريف. الان هيني ضع ما تبقى من الالكترونات على المركزيه كزوج غير رابط، هيني حطيت الان ايش بقول لي؟ هل حول المركزيه 8 الكترونات؟ تعال نتذكر 2 هي المركزيه 2 4 6 8 يبقى نعم، هيني مشيت هيك. هل حول المركزية 8 الكترونات؟ نعم، يبقى الآن رسمت شكل لويس، يبقى هي شكل لويس للمركب الموجود عندي. لاحظوا الرابطة ايش بتكون؟ رتبة الرابطة حاليا ما بين الآن والأف، في عندي أزواج الكترونات غير رابطة، زوج واحد وثلاث أزواج الكترونات ايش؟ رابطة، اللي قبل ما كانش عندي أزواج غير رابط، هي المركب يمر علي زوج غير رابط. ناخذ المثال اللي بعده أو السؤال اللي بعده اللي هو البي اتش 3. ارسم شكل لويس لا البي اتش 3، والبي عددها الذري 5. اول خطوه بنجيب الكترونات التكافؤ، مجموع الكترونات التكافؤ للبرون 5، يعني 2 و3 بالمضار الاخير 3، زائد الهيدروجين 1 في 3 3 بيطلع 6 الكترونات. مين الان عند الذره المركزيه؟ البي ولا الاتش؟ البي، الهيدروجين دائما طرفي، لا هاي بي برسم الشكل الاول بي، هاي اتش اتش اتش. الان بقول لي مضى الكترونين بين المركزيه والطرفيه، هاي الكترونين، هاي 2، هاي 4. نجعل حول كل ذره طرفيه 8 الكترونات ما عدا الهيدروجين، فيش غير هيدروجين طرفي، يبقى خلص عدد الالكترونات الخطوه الاولى ناقص عدد الالكترونات اللي عندي قديش صار؟ 6 ناقص 6 قديش بضل؟ 0. هاي 6 ناقص 6 قديش بضل؟ 0. هل حول المركزيه 8 الكترونات؟ بلاحظ انا ايش كاتب لكم هان؟ يوجد حالات خاصه تشد بنقاله الثمانيات مثل ذره البي والبريليوم البرون، يبقى هي البي، يبقى البي بياخذش 8 الكترونات، يبقى هي شكل لويس بقول لي هل حول الذره المركزيه 8 الكترونات؟ نعم، يبقى الان انا رسمت شكل لويس، يبقى بي هي كتبت لكم حاله شاذه بتاخذش 8 الكترونات، يبقى بننزل على اللي بعدها، يبقى هي شكل لويس للمركب بي اتش 3. لاحظوا رتبه الرابطه حاليا ما بين البي والاتش، فيش عندي ازواج الكترونات غير رابطه. يبقى هي كل القواعد اللي عندنا اخذناها، وتعال ناخذ مركب لهذا السي او سي ال 2 نشوف مركب. المركب اللي بدكم تكون اجى في التوجيه ومعظم الطلاب وقعوا في الغلط من ثلاث سنين تقريبا سنتين اجى. ارسم شكل لويس لمركب سي او سي ال 2. هي السي موجود العدد الذري، الاكسجين موجود، السي ال 17. تعال الكربون قديش الكترونات التكافؤ له؟ 4 زائد الاكسجين 6 زائد الكلور 2 8 7 في المضار الاخير في 7 لكن في ضرتين 7 في 2 14 20 24 الكترون بيطلع 24 الكترون. الان في ذره كربون بدرسه بشكل اولي، في ذره كربون مركزيه هذا هو سي سي ال سي ال وهي الاو، تمام هيك؟ هي الشكل الاولي. بتضل الالكترونات الحين ما بين كل ذره مركزيه طرفين الالكترونين، هي 2 4 6
بدي اوصل كل ضربه رفيه بثمان الكترونات. لاحظوا فيش هيدروجين عندي، يبقى كله هي 8 هي 8 هي 8. الان بقول لي نطرح الالكترونات عند المجموع الاول قد ايش؟ 24 الكترون ناقص، تعال نحسب 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 0. بقول لي هل تبقى الكترونات؟ لا. هل حمل المركزيه 8 الكترونات؟ هي 2 4 6 لا. ايش بسوي؟ باخذ من الطرفيه. طب الطرفيات هل هم متماثلات؟ لا، بلاحظ فيه كلور في اكسجين. بقول للقاعده اللي هاي كتبها لكم، اذا كانت الضربه الطرفيه هالوجين بي ار كلور فلوريون تفجع بينها وبين المركزيه رابطه واحده، يبقى بقدرش ياخذ منها من الكلور اللي هان ومن الكلور اللي هان وبكون رابطه ثنائيه عشان يثبت للثمانيه الكربون هذا، لا باجي اخذ من الاكسجين عشان يصير الشكل اللي عندي كالاتي. هي سي ال او، هي الاساسيه، وهي الثانيه اللي اجت، بضل عندي ايش؟ 2 هان، وهي السي ال. يبقى هي شكل لويس للمركب اللي عندي، بيطلع زي هيك بصيغه ثانيه او سي ال سي ال. يبقى هي شكل لويس للمركب الموجود اللي عندي السي او سي ال 2. لاحظوا الرابطه احاديه تشاركيه احاديه ما بين السي والسي ال، وما بين السي والسي ال احاديه ما بين السي والاو ثنائيه، رابطه تشاركيه واحده، فيش عندها ازواج الكترونات غير رابطه. بضل معكم سؤال واجب، وشكل لويس هذا مهم كثير 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 للتوجيه للسنه الجايه، ركزوا عليها الخطوات كتبها لكم انا واخذنا امثله كثير واسئله. بضل معكم اسئله واجب، ارسم شكل لويس ل الجزيئات الآتية N H3 والجزيء S O2 والجزيء C H4. ارسم شكل لويس اللي هو واجب بيتي. في شغله هاي بس ما رجع لكم عليها، حاجه بسموها مفهوم جديد، الرابطه التناسقيه، بشكل الرابطه التناسقيه. لو كان عندي الميه، الميه شكل لويس انها زي هيك، انا اتش. لاحظوا الميه لو تيجي ترسم شكل لويس بالخطوات اللي عملناها بيطلع عندها زوجين الكترونات غير رابط، زائد ايون الهيدروجين اللي عندي، بتكون عندي مركب جديد اللي هو هي الاتش، هي الاتش الاصليه، وهي الاتش الثانيه بدت عندي، وضل زوج للرابط ايون الهيدرونيوم. ايش بقول لي تعريف الرابطه التناسقيه؟ بقول لي بتقدم احدى الذرتين او احدى المركبين الجزيئين الموجودات عندي لما يتفاعلوا زوج الكترونات غير رابط، لشرط اساسي انه يكون في الرابطه التناسقيه ايش؟ زوج الكترونات غير رابط، عشان يعطي للمركب اللي جنبه. هذا بيكون عنده، حتاخذوا في التوجيه الافلاك كيف تكون الفلاك، الاحتماليه انه يكون فارغ ممتلئ ونصف ممتلئ، فلك فارغ، فبيجي ايش؟ الالكترونات هذول الجداد بيجي بيوقعوا هان، وهي بتكون عنده الرابطه سواء هذه والله هذه المهمه جديده، فبتكون عندي ايون ايش؟ الهيدرونيوم. يبقى نوع الرابطه الناتجه من اتحاد جزيء الماء مع ايون الهيدروجين تناسقيه. برضه في جزيء لو تعملوه في البيت ال NH3 مع ايون الهيدروجين بتكون عندي ايون الامونيوم NH4. برضه هذا مثال على الرابطه التناسقيه، لانه النيتروجين عنده زوج غير رابط، زوج الكترونات غير رابط. بطلع عندكم الرابطه الفلزيه، اطلعوا عليها هيك بشكل بسيط، هي عليها حوالي بس نص ورقه اطلعوا عليها، وبهيك بنكون انهينا شكل لويس لبناء الجزيئات، وهو مهم كثير كثير للتوجيه. يعطيكم العافيه.